وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة، السؤال الثاني بالنسبة للحكم التعامل مع الربا، مع القروض الربوية بحال مدليتي دون إصدار السلف ولا إصدار السلف ولا البنكة ولا البريد ولا يعني الدس للوكالة المؤسسة رقيسي تقطار هذا رقيسي تسلف، خصانة الفلوس مثلا يدي إكريدي ديسن إكريدي درسن يعني 2 مليون 3 مليون نيتاتي ونش كان ملي اختي دي تغيات السيده اي مريضه سيوس اي صحيح يخت قال الحال غير المرضى التما اهون، ولكن الامر اعظم. الربا، حكم الربا التما هو ما يتعلق بالشرع ان المرابي يحارب الله عز وجل ويحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الانسان اللي دانس المؤسسه ولا البنك اي كريدي تقيس يسلف تقيس الكريدي، انك هن اعلن الحرب على ربه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من يقدر من يقوى على محاربه الله وعلى محاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وحده. المصيبه الاولى ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اكثر عبد من الربا الا كانت عاقبه امره الى قله. بمعنى كل ما يكش من غير الربا هن ربي سبحانه وتعالى رتيرار صفر. بمعنى ليس كل يدو غيلين تصحان، لقوله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما معنى يمحق الله الربا؟ يعني المحق والعياذ بالله. الريكش من الانسان غير الربا كله راه يتيدو ميلا، يقدر تدو الصحت، الى يدو المال، الى تدو تقمي، الى يدو كل شيء. وفوق هذا الشيء كله والعياذ بالله ما مكان سيما نكرد ربي سبحانه وتعالى. بمعنى راه يبيت في الجوانت اللي نتيني نكوني، والرسول دار سيلي والو. ثم ما من كسر التيماز الروح نس الى يتيو عذاب الروح نس غير فوق. كذلك ايضا من افات الربا ومن المصائب ومن العقوبه من الربا ان النبي صلى الله عليه وسلم ازري المرابي اريت عوم غيان وسيف ندم. ما انا قلت توقع غنش قلنا الا الانسان غلق القبر قلنا سير مدنك فنت الظل في اللاستر سنتين راس الظلام لا تيرحم ربي ما تيرحم ربي اورينت انت لو كان يتيو عذاب القبر نس. واش كانت مد سكر الخزانه سكر الفلاس سلوك دعاشا الميت راس تدعونا الفلاس لن انت لو كان يتيو عذاب مسكين نانك هاتي كاتي ناري سكر فولكي اري تصدق اري تزكى اري تازوم انت لو كان يتيو عذاب القبر نسي غيموت في الربا يغيموت وريتو. من مات ولم يتوب من الربا فعقوبته كما اخبرنا بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربي سبحانه وتعالى الحجاب يحيدس الحجاب يزرى كل الأمة نسير قزن ولا تيمغارين اللي تعدى بربي سبحانه وتعالى غالبرزخ. من مدن اللي زرى الرسول صلى الله عليه وسلم تيو عدبن يزرى يا نورقز اريد تعوم غيان وسيفني دما ارض يرمي اكيد انه يرمي، ولكن السباحه يعني العومان وريقي وين الرفاهيه ولا الترويح ولا كذا لا يقات نوع من التعذيب. كبعض المرابين مثلا التشكيل نزهه ولا يشكي دينا كيدوس لابلاج داري تعوم داري تسبح داري تصا يعني تحاسب انت بانه الترفيه على النفس والترويح على النفس. وهكذا الانسان الذي مات ولم يتوب من الربا ولو بدرهم واحد وقد اعلن الحرب على ربه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا تندفن مدنا داري تعوم غيان وسيفني دما انك النبي صلى الله عليه وسلم اقولنا الى الدياشكي راه ديغلي باش يسترح في نظره أريد تفعل الملك في صورة رجل درس يلا عرام نزران يعني قودي نزران أرتكت غيمي أرسي السفي دازرو يت غيمي إلى الدخل الدخل تعدب أيتما استما ريخة دي السنة مدن. ما معنى تعذيب القبر البرزخ القبريات أفوسن اللي يعني أزرو يعني الحجرين اللي سيكات الملك يعني اللي سيكات الملك المرابي غل قبر نس غل برزخ نس ما من كريك افوسا ليوسين غل وهو افوس الملك والعياذ بالله تبارك وتعالى. اذا البرزخ انك النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يموت في الربا وريمز الربا يمز الربا ورفلس يتوب وخيق مسلم يزكي ويصلي. ازرات النبي صلى الله عليه وسلم غل برزخ الي تعوم غيان وسيف ندم يعني اسيفا ندم العمان نوريكي وين الترويح على الناس ولا الرفاهيه يقال تعذيب نوع من التعذيب. ارتكت يا الملك سيزرار دخي الترارة وهكذا في البرزخ إلى قيام الساعة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنهم ديرها مريبا يأكلها الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الباب من الربا يعني أنواع كثيرة
إذا لي كامل عكتني تاتي تم غرطان تغويد القرض غريبة.